السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من دورة جافا. اليوم راح ناخذ مثال بسيط عن الـ iOS stream نوع بايت ستريمز. زين، احنا بالجافا بايت ستريم طبعا راح ناخذها واحدة واحدة والتسلسل المواضيع والكلاسات حتى نكون عندنا فكرة واضحة عن الـ IO جافا. بالجافا البايت ستريم يستخدم طبعا حتى يمثل لنا الانبوت والاوتبوت على شكل 8 بت. زين، طبعا من مجموعة كلاسات كبيرة اللي عايدة للبايت ستريم، لكن اكثر الكلاسات اللي مستخدمة في البايت ستريم هي فايل انبوت ستريم، فايل اوتبوت ستريم. راح تسأل البقية ما نستخدم؟ لا، اكيد تقدر تستخدمها اعتيادي، ما عندك مشكلة، بس انا دا اعطيك فكرة فقط انه اكثر استخداما هي الفايل انبوت ستريم، فايل اوتبوت ستريم. طبعا بالجافا احنا عندنا شيء input عن طريقة ندخل الملف، output عن طريقة نخرج الملف. زين، اليوم مثالنا راح يكون شنو؟ نعمل فتشي بسيط، فايل موجود لكن هذا الفايل احنا راح نعمل له copy. فايل موجود داخل محتويات text، هذا text راح نعمل له copy. خلينا نجي ويا الاكليبس. بالاكليبس انا عندي البروجكت اسمه java.io، اي اسم تقدر تسميه انت. الكلاس مين فارغ، ما بيها اي شيء، كلاس واحد، وداخلها ايضا شنو؟ تيست فايل. لو اعمل دبل كليك للتيست فايل دوت تكست راح الاحظ اني مجموعه تكست جايبها من موقع اوبن سورس، عملت كوبي بيست في داخلها. اوكي، يعني تكست عادي اغلقه. طبعا اذا تحب انه تعمل تكست، اذا تريد تاخذ فكره كيف تعمل تكست في داخل بروجكت، رايت كليك على البروجكت، نيو، بعد ذلك تختار كلمه فايل. من تختار كلمه فايل اختار اي اسم لها، مثلا نيو اوكي .txt. بمجرد ما تضغط finish راح تلاحظ انه ظهر لك فايل جديد اللي هو new.txt، وفارغ تقدر تضيف بها اي شيء بلا 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 على قولة الامريكان. نغلق نقول no لان انا اصلا عندي اللي هو test file. زين، نعمل delete، انا عندي test file موجود. اوكي زين، هس راح نجي ناخذ فكرة كيف نعمل delete والcreate في الجافا. طبعا راح نحتاج الى الفايل انبوت كلاس ستريم، ونحتاج الى الفايل اوتبوت ستريم كلاس. هالكلاسين فايدتهم للانبوت والاوتبوت. زين، نجي هنا نعمل انتر، نختار كلمه فايل انبوت. لاحظ من اقول كنترول سبيس راح الاحظ يعطي لي مجموعه اقتراحات، منها الفايل انبوت ستريم اللي هو عائد للجافا اي او. بما انه عائد للجافا اي او نوت جافا لانج، بمعنى انه لازم يعمل شنو؟ يعمل امبورت للمكتبه. اذا لما اعمل دبل كليك الاحظ ضاف لي فايل انبوت ستريم، كمل الستيتمنت، لكن الاحظ ايضا عمل لي امبورت لمكتبه جافا اي او فايل انبوت ستريم. طبعا بالبدايه انا لازم اعمل شنو؟ لازم اعمل هذا الكلاس، اعمل له شنو؟ اعمل له متغير، مثلا ان دلالة على الانبوت يساوي. بعد ذلك شو احتاج؟ احتاج انه بالبداية اعمل له شنو؟ initialize، اي بمعنى انه اهيئها لي حتى اقدر استخدمها بعد ذلك في البرنامج. تهيئة هذا يحتاج لك كلمة واحدة اللي هي null، لا اكثر لا اقل. اعمل enter null، كون انه هي راح يعمل الانبوت على شكل string. اوكي، اذا string default number هو شنو؟ null. سواء استخدمتها سواء ما استخدمتها GVM راح يضيفها، لكن استخدامها يكون افضل. فلو كانت الفايل انبوت ستريم كان على شكل نوميريك، فبهالحاله كان شي يكون راح يساوي لنا صفر. انت هذا ما اخذه بالاساسيات. زين، فايل انبوت احنا استخدمنا، اذا نحتاج الى فايل اوتبوت صح؟ لما اعمل انتر الاحظ كذلك عمل لي انبوت لشنو؟ امبورت للاي او فايل اوتبوت ستريم، اي بمعنى كلاس اخر. زين، هل ممكن استخدمها بطريقة أخرى؟ نعم، يعني ممكن إنه أنت بدل ما تعمل import لكلتها ممكن تحذف هذا أصلاً المكتبة. أوكي، وتعمل شو؟ هنا أنا فقط تعمل star اللي هو shift علامة الثمانية. أوكي، فهذا راح يسترد لك كل مكاتب الـ IO، لكن أرجع أقول لك أنا ما أنصحك تتبع هاي الطريقة، لأن هاي الطريقة راح يسحب لك المكتبة بكل ما فيها. لو تستخدم طريقة استرداد المكتبة، مكتبة يكون أفضل حتى يكون أسرع البرنامج. زين، stream عندك الفايل out for stream راح نعطي له variable اللي هو out، راح نعرف له null، نعمل له initialize. أوكي، بعد ما عملنا initialize له، هسه حاليا راح نستخدم
هذا ال in وهذا ال out اللي هم عبارة عن file output stream file input stream راح نستخدمهم في تحديد الفايل اللي احنا نريد نعمل له input والفايل اللي احنا نريد نعمل له output. زين شنو هي الفكرة؟ أبي معنى أجي أكتب in in يساوي ال in. شنو هو ال in؟ هو عبارة عن object. ال object هو file input stream صح؟ إذن هو new نعمل له constructor صح ولا لا؟ هذا الكونستركتور راح يحتوي على شنو؟ راح يحتوي على قيمة الفايل اللي احنا راح نعمل له import. بمعنى اسم الفايل اللي احنا راح نعمل له import لو عملنا طبعا كون انه نص فلذلك لازم نحطه داخل اقتباس test.testfile.txt. هذا اول حالة. زين اعمل enter يعطيني هنا خطأ. الخطأ هو شنو؟ انه لاحظ الخطأ حتى تتعلم كيف تعرف المشكلة وكيف تحلها أنت أوتوماتيكياً. unhandled exception type أو هنا معناته إنه إحنا الفايل input stream يحتاج إلى الexception IO exception وهذا الموضوع أنت ماخذه. زين بعد ذلك يقولك إنه إحنا ما لقينا أي شيء يدل على الexception يعني أنت ما راح تعمل throughs. أوكي ثالث نقطة اللي هو من ضمن أول نقطة طبعاً هذا. ثاني نقطة هي resource leak. انت ال in مدى ينغلق. اوكي معناته انه مثل الاسكانر لازم يقول in.close. اوكي ما عندي مشكلة بس لكن هسه خلي اكتب البرنامج اكمله بعد ذلك اجي اعمل هاندل. زين اجي هنا أنا احتاج الى شنو؟ بما انه احنا حددنا الconstructor للobject in وحددنا كذلك شنو اسم الفايل اللي راح ناخذه. زين بعد ما نعمل copy هذا الفايل راح ناخذه ولازم نعمل له كوبي. بعد ما نعمل كوبي لازم نخرج اسم الفايل الجديد صح؟ اذا بهالحاله احتاج الى الاوت. اوكي في الاوت اجي ايضا اعمل نيو فايل اوت ستريم اخراج. اوكي اخراجها على شكل شنو؟ ايضا على شكل تكست كون انه انا اخذت التكست راح اطلع على شكل تكست اكيد صح؟ اذا اعمل نيو فايل دوت تي اكس تي اي بمعنى الفايل تيست حيدخل على البرنامج كلاس مالتي حنعمل عليها كوبي ونخرجها بنيو فايل. اوكي احنا هسه حاليا عملنا تحضير للنيو فايل لكن السؤال محتويات الفايل احنا لازم ندخل في داخل التست فايل نعرف المحتويات. اوكي حتى ندخل في التست فايل احنا نعرف انه دخولنا من ضمن خلينا نقول سابقة من ضمن array ونعمل حساب لكل العناصر الموجودة في array كنا نستخدم loop. اذا بهالحالة راح نحتاج loop. هذا اللوب يستخدم معها while control space نستخدم حالة الwhile. زين طبعا احنا نعرف انه الwhile ما يقدر يعمل initialize للvariable اللي راح يدخل في التست فايل ويبدي بعملية المسح السكان ويبدي يأخذ كل الكلمات الموجودة في داخل التست فايل ويعملها copy. اذا نحتاج الى انه احنا نعرف initial variable. اذا نعمل طبعا ال initial variable في الوايل يكون خارج انت هذا الشيء تعرفه. اذا نعمل init i فاري زمن قطع while بينما ال i اللي هو initial يساوي من احنا نريد نقرا الملف اللي هو test file. test file موجود من ضمن ال n اذا راح نقول له n. زين احنا نريد نقرا محتويات نقرا ريد نقرا. اذا لو عملنا دوت خلينا نشوف اكو كلاس. اوكي عدنا انه في شيء اسمه ريد بين قوسين طبعا انواع وثلاث انواع من الريد احنا بعدنا ما ماخذين هاي المراحل. فعدنا ريد بين قوسين هذا الريد هو يقرا بايت اوف داتا فروم ذيس انبوت ستريم. اوكي ناخذ الريد بمعنى انه احنا نريد نقرا. زين نقرا محتويات الفايل لكن نقرأ محتويات الفايل على أن لا تساوي minus one أي بمعنى أنه فقط تقرأ المعلومات تخزن المعلومات اللي موجودة وليس الفراغ النال الأشياء يعني خلينا نقول يقرأ فقط يعمل كوبي فقط للأشياء اللي موجودة الكتابات الموجودة في داخل البرنامج في داخل الفايل اللي هو التست فايل. أوكي بعد ذلك إيش أعمل بعد ما قرأته؟ اوكي ما فات الوايل انا قرات. اوكي بعد ما قرات هذه المعلومات معلومات منه معلومات اللي موجوده في التست فايل. اوكي بعد ذلك اريد اعمل النسخ في داخل من في داخل النيو فايل
فبهالحالة حتى أعمل نسخ في داخل النيو فايل أحتاج إلى شنو؟ أحتاج إلى الأوت. أوكي. أوت دوت. الأوت ألاحظ أنه شنو؟ عنده الرايت كتابة. أوكي، اكتب في داخل الأوت. الأوت حيكتب في داخل النيو فايل، لكن شنو اللي راح يكتبه؟ يعني الأوت هو النيو فايل. أوكي، النيو فايل رايت. اكتب في النيو فايل، يعني أنت طالب من يقول لك المدرس اكتب. أوكي، افتح الدفتر واكتب. أوكي، أنت راح تحضر القلم والورقة موجودة وتستعد للكتابة، لكن هل راح تبدأ بالكتابة؟ لا، لكنك مستعد للكتابة. إذا أنت تحتاج إلى أحد أنه يمليك، يقول لك أنه اكتب هكذا 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 أشياء. إذا أحتاج إلى الآي، أستنسخ من الآي. أوكي، الآي لما يدخل في الإن ويبدأ يقرأ كلمة كلمة حرف حرف، في هذه الحالة يكون الآوت يعمل نسخ. هاي هي الفكرة، فقط توضيح حتى تعرف كيف أنه يعمل الوايل. ماشي، زين. بالنسبة للوايل، بالنسبة للوايل هنا احنا حاليا كملنا، لكن ألاحظ أنه أنا أحتاج إلى أنه أضعها في ضمن التراي كاتش إيرور. تراي كاتش إيرور أخذ هذا كله ولغاية الوايل. بعد الوايل أجي أعمل رايت كليك surrounded with try catch block. أوكي، دخلها ضمن خانة التراي كاتش. زين، ألاحظ هنا كاتش، هنا كاتش، عمل لي 2 كاتش. فايل نوت فاوند، حلو جميل. زين، هنا بيعطيني ايرور. شو هذا الايرور؟ I equal I equals and read. الاي وهذا هسه الان تمام، لان الاي مع الاي ان، وبعد ذلك هذا القيمه كلها النتيجه مالتها على انه لا يساوي الماينس 1. زين، شو سبب هذا؟ ليك. اوكي، عدنا ليك، ما في مشكله. احنا ممكن هنا نعمل ضمن خانة ال ممكن هنا نعمل شو؟ ممكن نعمل n.close، حلو، وممكن هنا نعمل out.close. جميل جدا، جميل جدا. اوكي، اذا بهالحالة انا عملت البرنامج مالتي، عملت initialize للانبوت والاوتبوت، حددت الملف الإدخال، ملف الإخراج. بعد ذلك جيت عملت متغير اللي هو I اللي يحتاج الوايل حتى يدخل من ضمن الـ IN حتى يقرأها. بعد ذلك أن لا يكون، على أن لا يكون الملفات اللي يقرأها minus one، minus one غير موجود أصلا، لأنه أنت عندك القيم يعني تكون دائما هي أكثر من يعني الـ minus one هي دلالة على أنه ما بقت قيمة، يعني هذه الكلمة غير موجودة، space فراغ، هذا هو الماينس 1. الاوت دوت رايت للاي، الفكره من عندها انه انت بعد ما تدخل وتقرا كلمه كلمه نفس الوقت اعمل نسخ. اوكي، بعد ذلك شو نعمل؟ نعمل اغلاق للانبوت واغلاق للاوتبوت حتى لا يكون عندنا ليك بالريسورسز. اوكي، بعد ذلك نجي بعد ما كملناها نجي نعمل ران. اوكي، بعد ما عملنا ران طبعا نجي نعمل هنا رايت كليك ريفرش. لاحظ بعد ما عملت رايت كليك ريفرش، رايت كليك ريفرش للبروجكت، الاحظ في ملف ثاني ظهر اللي هو نيو فايل. دبل كليك على نيو فايل، اوه ماي جاد، دبل كليك على تيست فايل، تيست فايل نفسها استنسخت للنيو فايل. اذا نجحنا في العمليه، اذا بمعنى انه احنا استطعنا عمل طريقه انه كيف نستنسخ التكست. زين، ممكن نضيف شيء آخر كنترول زي، يعني مثلا ما معقولة احنا ما ظهرنا اي شيء، مثلا system.out.print println
ايه بعد ما يظهر لي كلمة لاين برنت لاين. زين احنا ممكن هنا نضيف مثلا شو فايل كوبيد. اوكي فايل استنسخ صح ولا لا؟ زين لو عملنا ديليت للنيو فايل تليت طبعا انا وضعتها بعد الاغلاق الان والاوت. اوكي فنجي نعمل سيف ران اجين فايل كوبيد. حلو هسه حلو يعني بالكونسول يظهر لك انه فايل كوبيد انه تاكدت انه ماكو مشكله. رايت كليك ريفرش الاحظ ظهر لي النيو فايل. دبل كليك الاحظ هي الجمله نفسها اللي بالتست موجوده في النيو فايل. اذا لهنا احنا نوصل لنهايه الدرس وان شاء الله تكونوا استفاديتوا وعرفتوا الفكره مال الفايل كوبي. استنسخنا فايل وعملنا فايل جديد اللي هو نيو فايل. وصلنا لنهايه الدرس وان شاء الله نلتقي وياكم درس اخر. مع السلامه.